بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المؤتمر، أصحاب المعالي السادة الوزراء ورؤساء الوفود الحكومية، معالي السيد هولنزاو أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، السادة رؤساء القطاعات بالاتحاد، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري أن تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين. هذه الدولة الشقيقة التي تعد اليوم أحد النماذج الرائدة في منطقتنا العربية بل وفي العالم بأسره، إذ نجحت قياداتها الرشيدة في بناء دولة مدنية حديثة واعدة. لذا اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أتوجه إليهم حكومة وشعبا بكل الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، وبخالص التحية لفريق العمل بالاتحاد الموقر المعني بالإعداد للدورة الحالية من المؤتمر. كما إنه من دواعي اعتزازي وفخري أن أشارك اليوم في هذا المؤتمر الهام المعني ببلورة سياسات الاتحاد الدولي للاتصالات، ممثلاً لجمهورية مصر العربية التي تعد واحدة من أوائل الدول التي انضمت للاتحاد عام 1876 قبل نيف وقرن من الزمان، بعد سنوات قليلة من تأسيسه تحت مسمى الاتحاد الدولي للبرق. وكذلك اطلعت مصر بدور فعال في مجلس الاتحاد الحالي منذ تأسيسه عام 1973، حيث انتخبت مصر لعضوية المجلس عن المجموعة الإفريقية لإحدى عشرة دورة متتالية من أصل 13 دورة. كما ساعدت مصر باستضافة عدد من المؤتمرات وورش العمل التابعة للاتحاد، ومنها تلكم الاتحاد لإفريقيا بنجاح 3 مرات، فضلا عن استضافة المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات في القاهرة منذ عام 1991. إن مصر كانت وستظل دوما داعمة لرسالة الاتحاد ودوره المحوري في ظل ثورة تكنولوجية تلاحقنا بالمتغيرات، وتستدعي منا الاتفاق على أطر تنظيمية حاكمة ومرنة وخلاقة ترشد كل أطراف المنظومة الدولية للاتصالات. وتولي مصر اهتماما كبيرا لأنشطة الاتحاد، وتؤمن أن نجاحه في تحقيق أهدافه لن يتأتى إلا بتكاتف وتعاون الدول الأعضاء. ولذا أوفدت مصر خلال الفترة المنقضية أكثر من 40 خبيراً متخصصاً للعمل ضمن مجموعات ولجان عمل الاتحاد الفنية والتقنية، وتولى المصريون ما يزيد عن 11 منصب قيادي في مختلف هذه اللجان، وأسهم الخبراء المصريون بما يزيد عن 50 ورقة عمل متخصصة نوقشت ودرست في اللجان الفنية المتعددة، وتناولت موضوعات محورية مهمة كتأمين إنترنت الأشياء والشمول المالي الرقمي والأمن السبراني وغيرها الكثير. كما ساعدت مصر بأن تتولى منصب نائب رئيس مجلس الاتحاد لعام 2018. كذلك قمنا باستضافة أعمال المنتدى العالمي لمنظم الاتصالات GSR16 بمدينة شرم الشيخ، واجتماعات مجموعات العمل الدراسية الـ20 الخاصة بإنترنت الأشياء بقطاع التقييس خلال العام الحالي. وتجري حالياً التحضيرات لاستضافة المبادرة العالمية للشمول المالي FIGI في يناير 2019، فضلاً عن الحدث الأبرز والأكبر وهو المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC19 الذي سينعقد بإذن الله في أكتوبر 2019، هذا الحدث المهم الذي تتطلع مصر لاستضافته. إن قناعة المصريين بأهمية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية كانت الدافع الرئيسي لاستضافته، إذ يتولى المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة كإدارة وتنسيق الطيف الترددي، وكيفية وضع الأطر الدولية المعززة لاستثمار الطيف
علاوة على وضع السياسات التي من شأنها تحجيم ومنع التداخلات. السيدات والسادة، لقد حرصت مصر منذ صدور أجندة توصيل 2020 Connect 2020 Agenda التي تبناها مؤتمر المفوضين الدائمين عام 2014 في ضوء الخطة الاستراتيجية المقترحة للاتحاد 2020-2023، ليس فقط على الاندماج النشط في مجموعات عمل الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل تحقيق أهداف هذه الأجندة، وإنما أيضاً استلهمنا منها ملامح استراتيجيتنا الوطنية للقطاع التي اتخذت من التحول والشمول الرقميين شعاراً لها، مستهدفين تحسين الحياة الرقمية للمواطنين وتلبية احتياجات قطاع الأعمال من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات فعالة ومؤمنة تتيح النفاذ للجميع وتغطي كافة أرجاء القطر المصري وتحقق شمولاً رقمياً نسعى بجد واجتهاد لاكتماله، وكذلك توفير قواعد البيانات المتكاملة تطبيقاً لمبادئ الحوكمة ولتحقيق الشفافية والكفاءة، والتوسع في بناء المناطق التكنولوجية ليس فقط لتحقيق منطق العدالة في التوزيع ولكن أيضاً لتحقيق مبدأ الاستدامة، فضلاً عن تعزيز الابتكار وتطوير الشراكة لكل الأطراف ذات الصلة. في هذا الإطار واتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حرصنا على تكريس رؤية مصر 2030 التي تمثل رؤية لدولة حديثة ناهضة فتية تؤمن بمحورية دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذها، كما تسعى لأن تكون مساهماً فاعلاً في مجتمع الاتصالات الدولي، تطرح رؤيتها وتصوراتها وتعتمد الحوار البناء منهجاً، وتسعى لاستثمار كل فرص التعاون المتاحة. من هذا المنطلق فإن مصر تؤمن بأهمية التحول والشمول الرقميين من أجل دعم خطط الدولة للتنمية وترشيد استخدام مواردها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولتقديم الخدمات الحكومية الرقمية كبداية تساعد على التحول وتضافر جهود كافة قطاعات الدولة نحو مجتمع رقمي متكامل. واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أجدد الدعوة لحضراتكم جميعاً للمشاركة في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019 الذي من المقرر أن تستضيفه مصر في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ في أكتوبر من العام المقبل، وأن أؤكد لحضراتكم جميعاً استعداد مصر التام سياسياً واقتصادياً وأمنياً لاستضافة هذا الحدث العالمي الهام الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر الناهضة التي تشهد طفرة نوعية على كافة الأصعدة فتبني عاصمة جديدة تقع في القلب منها مدينة للمعرفة، وتتمحور رؤيتها حول بناء إنسان مصري جديد من خلال تطوير مهاراته الرقمية ليكون متمكناً وقادراً على العمل الابتكاري والفكر الخلاق والأداء الإبداعي وريادة الأعمال لمواجهة تحولات الحياة الرقمية. ختاماً أكرر شكري وتقديري لكل القائمين على هذه الدورة من المؤتمر، متمنياً الوصول إلى قرارات فعالة وناجزة حتى يمكننا أن نخطو للأمام طامحين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح مجتمعاتنا. وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير لبلادنا وشعوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.